الربط الاقتصادي بالظاهرة هو ربط سليم جدا على اعتبار أن الظروف الاقتصادية في المنطقة كانت هشة كانت هناك إشكاليات بنيوية مرتبطة بوضعية الشباب وكذلك بقدرتهم على يعني ولوج سوق الشغل والدليل على انه في تلك الوقت في ذلك الوقت كانت نسبه البطاله تفوق في بعض المناطق من جهه تطوان 50% من للشباب بين 16 و30 سنه وهذا اشكال كبير نتج عنه سهوله في التجنيد سهوله في جعل وقت الفراغ الذي كان كبيرا بالنسبه لشباب المنطقه مناسبه ل يعني تنظيم داعش من اجل ان يكرس ذلك الفكر الظلامي في في شخصيه مجموعه من الشباب كذلك ظاهره الانترنت تركت الشباب يعني تركت لهم امكانيه الوصول الى المعلومه المتطرفه مع الاسف بسهوله